والله هي الطلبات كتيرة جدا جدا، بس على أولوياتها الناس الشعب الغلبانة، الناس البسطاء، الناس اللي مش قادرة تاكل، الناس مش قادرة تشرب، الشتا دي في ناس مش لاقية الغطا، في ناس مش لاقية يعني حاجة كتير جدا ناقصة. طيب في حاجة تانية عشان يبص للناس دي لازم يبدأ ياخد باله من ازاي يوصل للناس دي. بطانة اللي بيساعدوه اللي بيعاونوه لازم يكون ليهم توجيهات، والاستشاريين بتوعه لازم يكون ليهم يعني آراء يعني صائبة. طب عشان يكون ليهم آراء صائبة لازم هو يختارهم صح. اختياره للناس دي لازم يبقى في صميم ايه اللي مطلوب في البلد دي يتعمل فيها. انا بحب البلد دي جدا جدا، بس في الفترة الأخيرة دي بصراحة يعني خلاص الناس اتخنقت، فاحنا مش عايزين نوصل لدرجة ان احنا بنقول ايه احنا كنا بنحب البلد دي، يعني لا احنا مش عايزين نوصل لدي. احنا عايزين نوصل لايه؟ ان فعلا احنا عايزين ننمي البلد، عايزين نكبر بيها. طب نكبر بيها ازاي؟ قامات عالية جدا، ليه ما نخليش بالنا منهم؟ واحد زي الاستاذ صلاح جودة تفتش بخبرات الناس دي، دخل ثابت. انا واحد من الناس دخلي ما زال هو من حوالي 5 سنين، بس التزاماتي في البيت بقت اعلى من دخلي. طب هعمل ايه؟ ايه الحل يا ريس؟ دي حاجه كل اللي محتاجاه مصر محتاجه كتير، محتاجه الشباب اللي عايز يدور على شغل ده، اللي عايز يشتغل، عندنا نسبه بطاله عاليه، وكبار السن محتاجين برضو رعايه العلاج والامراض اللي هي في امراض عندنا صعبه زي فيروس سي اللي هو داغول، يعني عايز امكانيات كبيره. وبعدين ما حل المساكن بتاع الناس اللي هي العشوائيات والحاجات دي، عندنا اشياء كتير، فاحنا محتاجين رعايه للمشاريع الصغيره نمره واحد عشان دي هتشغل اكبر عدد من الناس. ثانيا احنا محتاجين يبقى في المشروعات اللي تكتسب عماله كتير زي الغزل والنسيج والحاجات دي بتاخد عماله كتيره. ونفسنا انا املي ان احنا يبقى عندنا اسطول تجاري، بدل ما احنا نروح ناجر السفن اللي بنجيب منها الحاجات يبقى عندنا نعمل اساطيل تجاريه، او يبقى عندنا اسطول خاص بينا بدل ما الحاجات بتروح تكلفتها في للاخرين. يعني ان هو يعني الشباب تشتغل والشباب تلاقي اكل عيش، بس يعني يشوف لنا حاجه لاولادنا مش لينا احنا، يعمل لنا حاجه تسعد اولادنا بس مش اكتر ولا اقل. عايزين والله ان البلد تكون في امان، وعايزين بس يعني يبقى ايدينا في احنا ايدينا في ايدي ان شاء الله لحد اخر نهائيه، بس احنا عايزين رقابه من الحكومه تيجي تشوف الكهرباء اللي بتتسرق، تيجي تشوف البيوت اللي بايظه خالص من ترشيح الميه، الحاجات دي كلها احنا عايزين كده، مش عايزين حاجه تانية، عايزين البلد تبقى في امان، مش عايزين حاجه تانية. معايا 3 عيال ومش لاقي مكان اقعد فيه. بطلب يعني مكان ارتاح فيه وقعد فيه، والخضار يقل شويه. اطلب له بس شغلانه تكون ثابته كده. اشتري بنتي عشان عندها كهرباء جديده على دماغها وتعبانه وانا مش قادره على مصاريفها، وساكنين بالايجار ومعايا 4 بنات وجوزي شغال ارزاقي. بنطلب ان هو يزيد بس، يحاول يحسن محدود الدخل ده شويه كده، لان برضه فيه نسبه كبيره قوي في مصر. يعني يجيب لنا حته بيت ولا شقه، احنا ساكنين بالايجار ومعايا ايتام. انا والله ان انا كل اللي بطلبه من السيد الرئيس السيسي بطلب منه، احنا مزعلين منك واحنا بنحبك جدا جدا، يا ريت بس تختار الناس المجموعه اللي حواليك اللي هي بتوصل لك الكلام. مش عايزين نوصل بقى لايه لايام مبارك ان الناس كانت بتوصل له الدنيا حلوه واحنا كلنا بناكل مش عارف ايه وبنشرب ايه وبتاع. لا انت بص في البرامج التلفزيونيه، شوف الناس الغلابه عايشه ازاي، ما تسمعش لاي حد، انت تشوف بعينك وتسمع بودنك. الشباب دي عايزه تاكل وتشرب، انا واحد من الناس كل اللي يهمني في الدنيا ان انا عايش مبسوط بس. شيل الناس اللي بتوصل لك ان مصر حلوه، الغلابه اللي مش لاقيه تاكل. اتمنى من الرئيس يشد حلو معانا ويرخص لنا الاسعار عشان الناس اللي ضعيفه ومستواها ضعيف، نحبها تبقى عاليه وكلنا سوا سيه. ارخص الحاجه شويه،